ولقينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء فرحنا قلنا باب الحق فتحنا يا مفلحنا من الهم اللي داع ارتحنا ودار الحولة سالحنا شبيك ولبيك نساء شبيك ولبيك نساء القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول ان انتو طالعين افراج ومتابعة. عارفين شو معناها؟ باوي هذي شنو معناها يا استاذ؟ معناها افراج مؤقت، يعني في اي لحظة ياخذوكم. الموضوع مش سهل، الموضوع كبير، موضوع كبير. مرة في جلسة أنا وسيناتور أمريكي اسمه ديفانبي كنا مكسدين في نادي عراء في نادي الرفق بالحيوان اللطيف، فتكلم علي أن المواطن لا بد أن يعاقب على الأفعال التي يكون فيها غبي، لأن القانون لا يحمل المغفلين. كيف يعني؟ يعني ممكن يبيح بيه في لحظة. ريت يا سيدي، أنا قريت ملف القضية واكتشفت انه هو بناء على القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول ان انور شخصية مهمة، لازم نلقوا انور لانه هو اللي بيدلنا على بيلا. لا لا، انور من اول ما جت الشرطة اختفى، ما عادش بان علينا بكي. كويس. لا انور قلباتي عامل فيها معاملة سيئة، انا ما عادش نبي نجيها. تبى ليش باته؟ ما ليش باته؟ ما هو شو ولدي؟ تبى ايش تبغى منه؟ تو قال هيك انا ما شو لي شيء. القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول انها يعني ينص يا فردة بالدحي لأني جعان. وبعدين هذا زوج. توقعش وين يلقوه تو يا شرم؟ أظني قاعد يخربوش وهو بقير على البحر. جعان جعان. نحس بروح تالف ونحسان بكر. طبيعي واحد راقد ثلاثة أيام ضروري أنا على الصخرة، عاد يرقد أخرى عاد. تعرف آخر حاجة عطيت النية يدوخن ومعاه شامة شن. فوق السحاب هذينا. وأنا نقول حسيت روحي نبي نمطر. إي أنت تبي تمطر، أنت مطرت واللي صار صار. ها والفراش والبطانية عزقت الله ورا. كيف صار؟ وين تليفوني أنا؟ كيف وين تليفونك؟ لما انك بعته بعته عن طريقي انا باش نقدر نصرف عليك. مالها الشوايات والالبان والمشروبات هذين على الابيض
عاش فهمت كيف رقدت رقدتك؟ قصدي يعني بدل ما تاخذ حبه واحده وترقد يوم قضيت ثلاث حبات رقدت ثلاث ايام. خير يا انور خير بقيت ايش تبوا فينا جايين؟ باتك يدور فيك يا راجل صاير ما في حاله اول باتي يا تو عرف ان عنده ولد قاعد يدور فيه وانت كانك جاي عادي ما كنت تخاف مني تقول مارد ما مارد اللي شفته يا راجل من قوتك اليوم طرشق لي واحد يا راجل اللي قدني مع تفهمت حاجه المهم يا راجل باتك مشغول عليك وامك مشغوله عليك حتى هي كانهم يبقوا تروا لهم يا راجل كيف صار فوتهم يا نصي من البحر وامامنا هذا هو يا زيدان كيف صار فيك هم انتم لا لا نحن افرجوا علينا كلمة تعرف حتى انت وبقينا ما عاش يدوروا فيكم خلاص انت تروح تحب علي رصباتك تنتهي القصة كلها هو قال لكم يروح اه والله انا مفكر نخليه يتبنى بقيرة حتى هو هذا اخويا اللي لم تلده امي اصلي يا نصي مش اصلي واجد مجنس لكن تجنيسها كويسة شوفها طيب يا عزيزتي أنا أتحدث من خلال الهاتف لا يوجد تلفاز في الغرفة نعم أنا نفسي في غرفة خارج المنزل غرفة نائية هناك نعم نعم هنا ولي بيعدي يقعد يا مسكينة مش خير بالسكوح الآخر لقد هذا مثقف ريت يا هو طالب في التلفزيون يعرفون القنوات الفضائية كلهم مثقف فهمت مني حاجة؟ تشكي نعم نعم أنا بالاستماع نعم نعم شوفي هو بصراحة الحقيقة لا يمكن أن يبتلدنا الكلام السمح فضل الله ما لن يكون هناك إجماع بين كل الأطراف لا للمغالبة وهذا واضح في القانون رقم 14 سنة 36 في الفقرة رقم 3 من قانون العقوبات الدائم قاعد محلل نعم عادي مسكينة محامي محاميين كلهم يحلوا ويحرموا عادي خلاص تخربش علي ماذا يقول الضيف الذي يجلس جنبك إلى الآن يا سيدتي عليه أن يحترم نفسه وإلا سأضعه في حجمه نعم لا 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 أسمح لك بهذه الكلمات نعم 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 عليكم الآن أن تستمعوا إلي جيدا لأنني عندي هناك طرح يا سيدتي يا عزيزتي الأمر يتعدى مفهوم الشراكة نعم يتعدى ذلك إلى ما بعد ذلك وما قبل ذلك يعني لابد من التفاهمات يعني لابد أن نتفاهم لابد أن نجلس إلى طاولة واحدة ونتفاهم نضع القانون رقم 14 سنة 36 في الفقرة رقم 3 من قانون العقوبات الدائم مثقف قلت لك مثقف ثقافة عالية بك دعيني أكمل فكرتي يا سيدتي لا تعلمين أن القانون رقم 14 سنة 36 فقرة رقم 3 ينص على أن المذيعة عندما تضايق الضيف وتقاطعه يمكن أن تصل العقوبة إلى إعدام مرتين في اليوم؟ تكت لو سمحتي أنا عندي لقاء آخر في قناة مداخلة في قناة سبيس تون أرجو أن تقفلي الخط شكرا يبو أوكي يا رجل دعاك القنوات يا نسمة صيف يا موج البحر يا نجوم الليل يا ضي القمر حبيبي ضار قلبي يا صفر شنو عاك يا رجل؟ هاك على السريع مش عادي تركت خلينا نغنوا وعيشوا حياتنا هذه حبة جديدة اسمها مالي خلق توا قامز تنتى بالبحر ولا خشلوك الجوة خليني نغني علي حالي بالعادة نعوم أين تعوم يا غالي وين ماشي بالعادة نسكت البحر المتوسط لا
لا لا تشك بحر متوسط لا تقرب على تحسبها شوية انت البحر المتوسط انا قبل يا ميسي انت جدني الاوامة انت ما عشفها معاك الا طيور الظلام واخذ منن انت لا انا ما قدرش ناخذ منن مين يخش الظلام انت خاش عليك الظلام من فترة اكيد مش انا معاك يا أختي لو المصرف المركزي اتبع سياسة متوازنة لتحديد سعر الصرف قبل ما يكرش هذا له 3 أيام وضيع في المربوع هنا وكل مرة يكلم في إذاعة نحب نذكرك أن القانون رقم 14 لسنة 36 في الفقرة رقم 3 يقول أن كل مواطن من حقه أن يتريح راحة وانسجام وبعدين أنا آسف عندي لقاءات مع قنوات فضائية عديدة أرجو أنه وقتي ضيق عندي إعلان مع السلامة وحلت فيه يا جماعة وحلت فيه يا جماعة أنا ما هذا قعدنا بتلي في المربوعة معاش يطلع منها بكر تلفونات وقنوات وقصة والهبل يكتفوها لا صح ولا لا جيبوني حبل تو نكتفه أوكي نكتفوه ونشلون الشرطة يا سيدي من عليش نكتفه فين تو بعد نكتفه شن نحصلوا فيه ويحطونا في الحبس بعدين ايش يحطونا في الحبس رجل محامي ما حبيت يجيب روحك انت ما زال يقول لي محامي يا زيدان يا راجل قلنا له جني مارد تافه طالع من براد كيفك بقوته براد ومصدي اخرى ما زال تقول لي محامي مش محامي يا راجل والله اني من يخاف منك اللي ساعة ظلنا اني عارف لا 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 ما, لا ما تخافش ما تخافش انت خرج بنا الحبل اهو شلط قاعد معانا تو نتحاموا عليه في الاتحاد قوة تو نبركوا عليه نكتفوه ونشيلوه عاد يجيب حبل عاد يجيب حبل انت بس وخلي الباقي شوري يا رجل يا سخني ابن حجونا نحن نحن يا رجل عطوني وقتي لو سمحتوا عطوني وقتي نحن شكلنا فريق عمل ثلاثي الأبعاد سري للغاية وبعد رجعنا القانون رقم 14 لسنة 36 في الفقرة رقم 3 لقينا أنه ضروري نحلوا الفريق فحلينا الفريق وردينا الماليات وطلقنا السعي على الملعب أيوة فعموما عندما تلاحظي أن منظومة الصرف الصحي الترتبية المسموح بها في هذه المنظومة لقاء مباشر يا شباب لقاء مباشر الصوت مش صوت فتجدي أننا لا نستطيع ربط هذه المنظومة ونحن نستطيع أن نربط هذه شوفين شوفين يا أختي هناك محاولة لتكريم الأفواه مخالفة صريحة للقانون رقم 14 لسنة 36 في الفقرة رقم 3 في الفقرة رقم 3 أن هذه برشامتي يا مصخ جيت يا معلق على الحبل يا هو واحد راح لي 3 أيام بايت البيت بنفس الدبش معيش طريقة أرجوكم يا أرجوكم يعني حتى القانون رقم 14 لسنة 36 في الفقرة رقم 3 يقول إن الربط مش بهذه الطريقة يعني في ربط شن صار في السيارة اللي وصيتك عليها؟ أجي في الطريق يا جماعة اصبر روحكم راونا ممكن نقضيكم بناء على القانون رقم 14 سنة 36 في الفقرة رقم 3 الحديدة يا ميلاد قعدنا على الحديدة وحتى الحديدة ما عاد هناك والله ما عاد هناك إلا هالقرمش المعفن عند وجهي صادروا كل شيء صادروا الفلوس والذهبات تبين لي ما قضوا البيشات والمكياج شوية المكياج اللي جبت لي تبين لي ما قضون والله ما عاد هناك شيء إلا البراد اللي وجه شين شنو؟ البراد اللي معفن وجه المشاكل البراد مثلا قاعد هنا فوقه قاعد هاي قربش وين كانك يا ميلاد شتي بالدير
مكانك يا ميليد غير اسمع. انا ما صدقت تفتكيت منك شي جاي بهنا. تي لا غير اسمعني. لا يا ميليد غير تعال هنا يا ميليد. سيدي ما قلنا شيء نحن، لكن نخاف تحقنا البراج هذا ويطلع لنا مارد كيف مسبح هذاك اللي تركب فينا ضرب وتفشيخ ويضربنا يا راجل. تي كان مركبين ارواحك يا مان، تي خلوه يطلع. كان طلع بتاع ضرب ننغزه ونحل طول. بالك يطلع بتاع فلوسه ويبابحنا عرفت. لكن اللي كان طلع بتاع فلوسه والله يا ابوي جوازي واتي برا على الطول فلوسي هاني ما نصرفهم بكل في راسي مشروع بتاع تبويض اموال نبي نهد عليه علي طول. تملنا خير نحكوا ولا ما نحكوش؟ تحكى خير من حكك يا راجل. شنو؟ مش واجد يا شر تحكى برا نحن ايش خاسرين يا عمتك برا منا خاسرين شيء يا قاعدة هيدي تبي خلاص هيك يرقي نوايم اعطيه مخده وخلاص. يا شنو تنفخ نفخ والله شنو؟ ايش تنفخ يا راجل؟ انهارت هذاك اليوم حقيت انا ميلاد علي اليمين احنا مكتفين وكل عين حق عليهم كل عين. هجي 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 ما في كم نساو بكر سلام اقوي بكر الحكه منهم يضربك المارد منهم تبي شاف نبي سلام تبون احنا شنو رايي شنو حق ما تحق ما يصير شيء جيت في وقتك والله. مش منك يا ميلاد انك تحملت واجد من اللي جاك. نشهد بالله انك تتحمل ثريتك حايطه صوانه صوانه. لكن نشهد بالله يا ميلاد كل عزكتك للبراد ما عجبتني. المفروض خليتها تطلع لنا شي موارد في فايدة هكي يعثبن علينا على قوتك. انتي ما تفهميش يا وليد ولا شنو؟ تبي تقتليني يا وليدة؟ هبل انتي والله شنو والله بعدلك والله شنو يقول لك عبدي؟ بس هذا يا وليدة اللي حقيناه منهم ما زلت تقولي عثبن، تبي ما تحقي في حياتنا عثبن كلها على بعضها. لا والله انا غادي بمصلحتك. بسقم لك حالك يا ميلاد. سقمي لي حالي. يا وليدة أنا بعد ما وقفوني على العمل كنتي معايا وبعد ما وقفوني مرتبي وقطعوا لي كنتي حذايا وبعد بشروني بقل الظنو في المستشفى كنتي رفيقتي وحذايا وحتى بعد لقيت البراد الأشكال هذا صبيتي معايا. صح الكوارث اللي صار لي كلهن وانتي معايا منين بيسقم حالي يا وليدة؟ كانك يا ميلاد انت ايش في عقلك؟ خطيني شوية يا وريدة نبي نرقد ونوعى وانت مش معايا. للأسف الشديد عذرا لازم سلعومة هو اللي يحك البراد باش يصير منه انتو لا تبشين فيه زايد علينا ميلاد سلعومة كان على الرقم الوطني كنا عندنا رقم وطنية وبعدين شنو هو ايش ولا يعني ميلاد هذا شنو يعني؟ تي الرقم وطني المنظومه ملعوب فيها دق كلها على الوطنيه هذه ما يقدروش يلعبوا فيها. تي انا كيف يصير فيا يا برو؟ لا خلاص انت موضوعك منتهي ان شاء الله. يا جماعه سلعومه ضروري ميلاد ضروري ميلاد. وكيف الراي؟ كل ميلاد بعد اللي داروه فيه خوتك علي اليمين اللي عاد يحك براد واللي عاد يصرف منه حتى الشاي. لكن لازم تقنعوه ما عندكمش حل. كيف؟ اقنعوه قولوا له يا سيدي في الاخير بكل تعال حك البراد وحل مش لازم يقعد يقدر يحك البراد اول ما يطقطق يقطع دخان يعطيها هو وخليك انت والمارد بتاعك. حتى نحن شنو يضمن لنا
لما يطلع المرض هذا ما يتركبش فينا كيف الاول. لا 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 نضمنكم من الناحيه هذه البراد ما عاش فيه الا اثنين مرضى، ومن المرضى القدم من ايام مارد السخان الاول يا رك. الله يجديك مرضى صح، واحد منهم سنونه طيحات والاخر ما عندهش جسم بك. شو عنده؟ عنده سنون اللي الاخر هذاك اللي سنونه طيحات، خذها منه سنونه وقعدوا هما. ما هو اللي قاعدين جوا هذا شو يقدروا يديروا يعني؟ يا ما يديروا هذوما الدق الاول يبكل من ايام الماء، واحد منهم تاع ولاهم، عرفت الولاهم الاولاد اللي كان ديك رومي مسخط في وليمه، عجل محشي حولي هو هذا واحد منهم، والاخر عاد تاع اي حاجه اللي تبيها اللي في خاطرك كله يديرها، غير انتوا وقفوا سمعوه بس. راهوش واحد منكم يقول هالميلاد راهو طماع، شيء يخليهم يقعدوا يخدموا فيه ونحن عاد نقعدوا نمصوا في صوابعنا وفراسنا. لا 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 عيب مص صوابع عاد ريحونا، هذه طفوله مبكره، بعدين مص صوابع مش مفيد، خشوا علي مظهر كب. يا